بمشاركة ما يقرب من 6000 مشارك دعما لمستشفى شفاء الأوراق الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، وتشجيعا للسياحة عربيا وعالميا. وبلغت مسافة الماراثون 12 كيلومتر، بداية من ساحة معبد الكرنك مرورا بكورنيش النيل وديوان محافظة الأقصر ومعبد الأقصر وميدان أبو الحجاج الأقصري وطريق القباش، لينتهي مرة أخرى إلى ساحة معبد الكرنك. وقبل الانتقال إلى جولة في الملاعب العالمية، نخرج إلى فاصل ثم نتابع خلال المرحلة القادمة الملاعب العالمية وبعض التقارير الإعلامية ومتابعة كل الدوريات الأوروبية.